دافر باسكو السي العامري فريق جديد والكلاب ديال السي العامري اعتراف بلوسي في المونتال لان كنا محتاجين دفع معنوي من التقنيين والاعتراف ديال السي العامري الاستاذ ديالي كان تنقول عليه في الظاهره وباطنه انه تعلمنا من بزاف المسائل دونك هذا الشيء غادي يزيد الثقه لان المشكل ديال الدفاع الحساسي اللي كان يعني ما عندوش واحد الثقه في المؤهلات الفرديه ولا الجماعيه كانوا غير مطلوبين في عده المباريات ولكن لجنا نهضروا على الدفاع الحساسي سيكون انديفيدويال فهم عند اللاعبين هذا مستوى عالي نشوف واحد راف نشوف الناح نشوف الدوم خمسه ولا سته لاعبين في المنتخب يعني المغربي اللي كان هو خصهم كان شويه ديال داك لو ديكليك بسيكولوجيك شويه الاعمال وكان يعني نحلوا المشاكل ديالهم الفرديه من الناحيه التقنيه فما كنا نجلسوهم نشتغلوا معاهم نديروا ان سيستيم اللي كيجي مع المؤهلات الفرديه لهاد اللاعبين هادو اليوم بالطبع كانت عندنا مقابله صعيبه احنا محظوظين لعبنا في مراكش وكان في اسيا غتكون كما قال السيد عبد الله تعرفوا اللاعب الهاوي دائما تيتخوف من الادفيسير عنده ماشي بحال البروفيسيونيل دونك ديجا حنا كان عندنا ان بون بوزيتيف لعبنا عليها هي لعبنا في ملعب محايد يمكن كنا بلو موتيفي باسكو كان خصنا نعاتقوا اللاعب حسوا بان الخطر وصلوا ليه دونك جاتنا اون اوكازيون من بعد اسفي ادوميني حنا كنا مجبورين نحافظوا على هذيك الاصابه ولان هي انعتاق من مخارج النزول واحد 60% تما كتعطيك واحد الدفعه معنويه باش تحافظ على المكان ديالك في الدرجه الاولى فلعبنا تقريبا 70 دقيقه الاولى داكشي اللي كيف بغينا نلعبوا ولكن من بعد الاصابه طبعا تعلمنا باش لان الدفاع ديال الفريق المسيفي قدر يخلق لنا مشاكل ولا سمع عندنا واحد العقده ان الفريق الجديد دائما كيستقبل الاصابه في الدقائق 80 85 90 فما كنا الا نسدوا الممرات ندفعوا بلاعبين عندهم حس دفاعي ونأمنوا النتيجه لان غتزيد بينا واحد الخطوه ديال عملاقه الى الامام.